بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني أخواتي ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال وتوما تشوفوا في هذه لا فيديو الجديده تاع اليوم اللي رايحه تفيدكم بزاف بزاف رحبوا بكل من دخلوا معنا من جديد في القناه ونقولهم لهم اهلا وسهلا بكم ولو عجبكم المحتوى تاعنا ما تنساوش ديروا لنا جيم اشتراك باش تشجعونا نكملوا معكم في هذا المشوار وشكرا جزيلا لكم في الفيديو تاع اليوم راح نعطيكم معلومات هامة يعني راح تستفادوا منها حاولوا تبعوا الفيديو للآخر باش ما حتى معلومة وباش باش تفهموا وكل شيء راح نعطيه لكم أول حاجة راح على أحياء باريس تغرق في الظلام ليلا والمواطنون قلقون من تكرار ذلك اليوم ثانيا آه، راح نهضروا على الشرطه في باريس آه، طبعا في فرنسا طبعا الشرطه تضطر لمرافقه الاطفال لمدارسهم بسبب مستهلكي وتجار الكوكايين الصلب يعني اخواني اخواتي تابعوا هذه الم... هذ الفكره يعني وهذه النقطه مليح بس عندكم وليداتكم لازم تطلعوا على واش كاين في, آه في فرنسا آه، ثالث نقطة حنا نهضروا على الشركة الوطنية للنقل البحري فيغي في تعلن عن إلغاء بعض الرحلات راح نعرفوا الرحلات هذه اللي راح اللي راح تلغيها بالتفصيل وإذا كفانا الوقت راح نتطرق على إلى مواضيع أخرى بحول الله يلا نبدأ على بركة الله نبدأ بالشركة الوطنية للنقل البحري فيغي في حيث أعلنت الجيغي فيغي. في ذا كومينيكي على صفحتها في الفيسبوك وعلى السيت تاعها والموقع تاعها الرسمي انها راح تلغي بعض الرحلات راح نعطيكم هذه الرحلات هي من ديبار الجي مارسيليا لو جودي 8 ديسمبر يعني تاع البارح أه ا 12 أه. كذلك ديبار اورون أليكونت كونت كذلك لغاتها ا 19 أه. و ديبار دو دي مارسي اورون أه، فوندرودي تاع اليوم راح تلغيها تاني الرحله اللي راح تمشي على 12 أه، ديبار الي كونت اورون كذلك الرحله تاع اليوم ملغات أه، فوندرودي اوجوردي اللي راح ديماري على 19 هذو هما الرحلات اللي لغاتهم الخطوط الجويه الخطوط شركه الوطنيه للنقل البحري غي وذلك أمون حسب الاحوال الجويه يعني لسوء الاحوال الجويه ننتقل الى النقطه الثانيه وهي الشرطه الباريسيه تضطر لمرافقه الاطفال لمدارسهم بسبب مستهلكي وتاجري الكوكايين الصلب تضطر الشرطه البلديه في شمال العاصمه الى اصطحاب الاطفال واسرهم الى المدرسه بسبب وجود تجار ومستهلكي الكوكايين الصلب في طريقهم كانت الساعة الثامنة والنصف صباحا يوم الاثنين عندما اصطحب ثلاثة من ضباط شرطة العديد من الآباء والأطفال إلى حضانة شارل إرميت الواقعة شمال العاصمة الدائرة الثامنة عشر وتقول إحدى الأمهات وهي تدفع عرب طفلها لقد كان الوضع هكذا منذ بضعة أسابيع نحن نعيش بعيدا ووجود الشرطة تطمئننا آه الموافقة في الصباح والمساء الموافقة في الصباح والمساء إذا كانت هذه الأم بحاجة إلى الإطمئنان فذلك الآن الوضع تدهور بشكل كبير في آه بورت دو بيرفيل مع وصول العديد من مستهلكي الكوكايين الصلب ويقول أحد ضباط الشرطة في هذا الصدد بشكل عام يقول هناك ما بين 30 و 40 مستهلك وبائع مخدرات في, ريف في زقاق فالونتا ابي لكنهم يتفرقون بمجرد ان يروا وصولنا مع العائلات، نحن هناك صباحا ومساء لمرافقه الاباء المتاخرين الذين لم يتمكنوا في اخذ الحافلات الصغيره التي توفرها لهم المدينه، ويضيف كيفن كيفن هافيت نائب مستشار الامن في الدائره منذ تفكيك مخيم فورسوفال. في بورت دو لا فيليت الدائرة التاسعة عشر يوم خمسة أكتوبر واجهنا مشكلة تتعلق بوجود تجار الكوكايين الصلب الذين يجذبون العديد من المستهلكين في رفاق هذه المنطقة وقد ذهب لوغان نوليس قائد شرطة باريس إلى نفس الزقاق في 28 أكتوبر شيرين الأول للإطلاع على الوضع عن كذب كثب وقد وعد الأخير في سبتمبر الماضي بعد وقت قصير من توليه منصبه بالقضاء على الكوكايين الصلب في العاصمه خلال عام، وترافق ماري دينيال ابنها البالغ من العمر ربع سنوات ونصف كل يوم السياق يقلقها بشكل خاص، من حسن الحظ لا اعيش قرب زقاق فالونتا ابي، رغم انني اعبره كل اعبره كل صباح، هناك حوالي ثلاثين منهم يدخلون. غليونهم إنه أمر مرعب يتعايش الأطفال مع الأمر لكنه وضع غير طبيعي نبقى دائما في العاصمة باريس أحياء باريس تغرق في الظلام البارحة ليلا ومواطنون قلقون من تكرار ذلك اليوم عرفت عدة مناطق من باريس في الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي تأثرت شوارع كثيرة في العاصمة باريس بحسب شهادات مستخدمي الانترنت وقد تأثرت خمسة, وخ... خمسة وستين ألف عميل في ذروة الحادث حسب الشركة المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء إنديس إنديس بحلول الساعة الواحدة صباحا تمت إستعادة الطاقة في كل مكان غرقت عدة أحياء في العاصمة في الظلام مساء الخميس خاصة في وسط العاصمة بعد إنقطاع التيار الكهربائي بحسب إنديس بعد الساعة الحادية عشرة مساء بقليل ظل ثلاثة وخمسين شارعا بدون كهرباء في الأدوار الثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر في باريس حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف مساء كان 34 شارعا لا يزالون محرومين من الكهرباء بينما في الساعه الواحدة ونصف صباحا تمت استعاده الكهرباء في كل مكان، على موقع تويتر تحدث مجموعه اير الشركه التي تدير الشبكه شبكه نقل الكهرباء من جانبها عن منازل بلا كهرباء في جنوب شرق باريس، وفي تغريده اخرى اعلنت المجموعه اخيرا العوده الى الوضع الطبيعي في حوالي الساعه الحاديه عشره مساء واكدت أن 125 ألف منزل قد تضرر في ذروة الحادث وأوضح متحدث باسم الأرتيو أن حادثا تقنيا على محول في إنديس أدى إلى قطع خط الجهد العالي المدفوع بجهد 225 ألف فولت وقد رحب الباريسيون بالأخبار بدهشة حيث أن موضوع قطع الكهرباء بسبب نقص الإنتاج كان في صميم الأخبار منذ أيام ولذا فعندما حدث الانقطاع تساءل هؤلاء حتما عما إذا كان كل هذا مرتبطا وقد نشر مستخدمو الانترنت مقاطع فيديوهات وصورا لحيهم المظلم تماما ولم تتأثر الشوارع المختلفة جميعها في نفس الوقت وبالمثل أظلمت بعض الأحياء بالكامل بما في ذلك الإنارة العامة وإشارات المرور بينما تأثرت أحياء أخرى بشكل جزئي فقط نكملوا الفيديو تاعها حنعطيكم معلومه اخرى فرنسا اعتقال طبيبه عامه كانت تعالج الموتى ودين الطبيبه عامه في اردن اردني بتهمه الاحتيال في التامين الصحي ويزعم انها اختلست ما يقارب من ألف اورو عامي 2016 و2018 تقوم بالاعلان عن زيادات عن زيارات طبيه لصندوق التامين الصحي الاولى سي بي ام دون رؤيه المريض وتتلقى تعويضات عن خدمه لم تقدم تم الحكم على الممارسه العامه يوم الاثنين 5 ديسمبر بالسجن سته اشهر مع وقف التنفيذ ووفقا لصندوق التامين الصحي الاولي قامت الطبيبه العامه بتحصيل ما يقارب من 24 الف اورو بدون مبرر وكانت تستقبل الطبيبة ما يصل إلى 58 مريضاً خلال نصف يوم بمكتبها في وسط المدينة أي ربع دقائق وعشرين ثانية لكل مريض وكانت تعمل أربعينية خلال فترة ما بعد الظهر في المستشفى البلدية حيث كانت تعالج سكان دار لرعاية المسنين وقد زعمت ممرضات في دار رعاية المسنين المسنين السابق ذكرها أنها كانت تضيف أسماء مرضى لم تعالجهم في القائمة كما ورد أنها كانت تصدر وصفات الطبية لمرضى متوفين واعترفت الطبيبة العامة أنها كانت تعمل بسرعة ولكن بكل جدية ونزاهة كما أدعت الطبيبة أنها رأت وعالجت كل المرضى الموجودين في القائمة وتضيف الأخيرة لا يمكننا إضافة مريض بقائمة المعالجين دون إدخال بطاقة فيتال الخاصة به فوالا إخواني أخواتي هذه هي المعلومات اللي تحصلت عليها إلى حد الساعة نقول لكم تبرتجوها مع أحبابكم وخاوتكم باش منها نقول لكم إلى ملتقى إن شاء الله في فيديو أخرى وبقاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته